السلام عليكم. نظرا للتحديثات التي قامت بها اليوتيوب وذلك بإضافة هذه زر الجرس، ندعوكم جميعا أحبابي بتفعيل زر الجرس في الهاتف أو الحاسوب، وهذا كله من أجل التوصل بجديد القناة فور نشره. والسلام عليكم. هذا الحل بسيط. جاونا على قبل شحال من خطرة على المشكل ديال العروقة، قلنا العروقة تيدوز الدم، والدم تيدوز الأكسجين والماكلة، والعضو اللي ما خدش الأكسجين والماكلة تيلوى، وقلنا المخ هو اللي تياخد الأكثرية والأغلبية ديال الدم في الدا ديالنا. إذا هذه خاصها الوصفة ديال جانكو بيلوبا ديال لوبيبين اللي هي الزعرور. على فكرة جانكو بيلوبا مش كتبع على شكل بودر ولا كتبع بجوج؟ بجوج كتبع على شكل ورق. إذا لقيناها تم طقوقة مش مشكلة بيان سور، تيجيبوها مسدودة، تيجيبوها من الأسفل. حتى أنا شفتها على شكل مسحوق. هي كاينه مسحوق وكاينه، قالوا لي راه كتستعمل في الوصفات مسحوق. هي تيجيبو، شوفي تيجيبو، انا دائما تنفضل الورق، ولكن تنشوف اللون. اللون هو اللي تيحكم. هذاك الوغ الجانكو بيلوبا تتبع، تجي مسدوده كاع من اسيا، وقلنا راه هي اقدم شجره في الدنيا، وقلنا راه ما تدير النواره الا من الالف عام. الالف عام عاد باش تدير النواره لا ريبرودكسيون ديالها. الوغ الجانكو بيلوبا الزعرور، ورق العنب الاحمر، سونتيلا ازياتيكا، مارونيي داند، مريوت، ورق الزيتون. الوغ كلشي عطيوه 100 غرام 100 غرام، الا مريوت عطيوها 50 غرام، ورق الزيتون عطيوها 50 غرام، والباقي عطيوها كلها 100 غرام 100 غرام على شكل مسحوق. هاد السيده على شكل بودره مسحوق، كلشي مطقوق. هاد السيده تاخذ نص معلقه قبل الفطور، قبل الغداء، قبل العشاء، قبل النعاس. دونك ربع الخطرات تاخذ هذا، راه غتحل لها العروقه وتخلي الدم يوصل حتى للدماغ ويغذي الدماغ وتحيد لنا هذه الدوخه.